لا يا دكتور حسن، انا مش متفق معاك. ساره ما عندهاش اراده اساسا. بيقولوا التجربه خير برهان يا دكتور. شوف معايا حضرتك بنفسك، انا لو مسكت دراع ساره كده وفردته زي ما بتعمل مدام سناء في التمرينات الرياضيه، دراع ساره بيستجيب معايا بسهوله ومن غير مقاومه. يا سلام، ما ده اكبر دليل على انها منعدمه الاراده. احنا لسه في نص التجربه يا دكتور. شوف معايا حضرتك، لو سبت دراع ساره كده اهو بيرجع تاني لنفس الوضع القديم. يعني عقل ساره ادى امر لدراعها انه يرجع للوضع القديم، وده معناه ان ساره عندها اراده تقدر تستخدمها وتقدر ما تستخدمهاش. وانا بقى هتصل مع وعي ساره المغيب عن طريق ارادتها. نعم، هتتصل بوعي ساره المغيب عن طريق ارادتها؟ ازاي يا دكتور؟ انا هستعمل العند مع وعي ساره. العند؟ انا هعند مع ارادتها. انا عايز اجبر ساره انها تقاومني. يا مدام سناء، مدام سناء. افندم يا دكتور. الحاجه اللي انا طلبتها جاهزه؟ جاهزه يا دكتور. هي دي الفكره اللي جات لي وانا نايم. استنى، فكره ايه؟ هتفهم كل حاجه. اربطي لي ساره في السرير. حاضر. حالا يا دكتور هربط لك الحاله في السرير. مدام سناء من فضلك، انا مش عايزك تقولي على ساره حاله. ساره انسانه زينا زيها، ليها اسم، يا ريت تناديها بيه. بس كده؟ يلا يا ست ساره. يلا بالراحه شويه يا مدام سناء. ساره عظمها زي الاطفال، كل ده عشان ما بتتعرضش للشمس. حاضر يا دكتور. انا لو كان بايدي كنت حكمت كل المسؤولين عن حبس ساره في اوضه ضلمه كده. يا دكتور احنا ملناش دعوه، دي تعليمات الدكتور عز. حبس ساره في الضلمه دي ضرها ضرر كبير جدا. بقول لكم ايه، هتجيبوا سيره معالي الدكتور عز، هخرج من الاوضه دي، انا مش ناقص. يا دكتور ساره مش بتعاني من صدمه بس، ساره بتعاني من الاهمال وانكار الوجود سنين طويله. انا عايز اشوف ساره دلوقتي هتتعامل ازاي مع الوضع الجديد. كده عقلها الباطن مش هيقدر يخليها ترجع تاني للوضع الجديد. سناء، استنى، هتفضل رابطها كده نهار وليل؟ هتفضل كده اكبر فتره ممكنه. سناء، بكره بالنهار تجيبي كرسي متحرك، عايزها بالنهار تتربط في الكرسي المتحرك، وبالليل تتربط في السرير كده. انا مش عايز اديها فرصه ترجع تاني لوضع الجنين. لا، بالتوفيق، بالتوفيق ان شاء الله. اروح انا بقى اكتب تقرير للدكتور عز باللي حصل ده. ناقصك انت وساره بتاعتك، ناقص انا وجع دماغ. معلش يا دكتور فايز، بس انا عايزك تتخيل معايا كده، لو نجحنا. ده انت محتاج معجزه. انا فعلا محتاج معجزه. مين عارف، يمكن تحصل المعجزه دي وتنجح في اللي فشل فيه العبقري يا بابا.